ريان الشميري. الفكرة اللي بنتكلم عليها اليوم أتمنى أن تصل إلى النازحين والأسر المتعففة والمنظمات المحلية أو الدولية، حيث تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من المعاناة التي نعيشها في محافظة تعز. السلام عليكم. كان في شاب مسافر من مدينة تعز إلى مدينة المكلا. وصل المكلا، اتصلت له والدته: ألو كيف حالك يا ابني؟ أني بدون أكل من الصباح. تخيلوا، أني بدون أكل من الصباح، ليش يما؟ قالت له: الدبة الغاز خلصت والاحتياط طلعت تهرب، ما فيش عندي غاز، ما فيش أحد يعطي يجيب لي غاز. هنا الشاب إيش عمل؟ فكر شوية واتصل لولد عمه: لو سمحت يا لؤي روح جيب غاز للبيت. راح يدور غاز، ما حصلش غاز. مرة ثانية رجع حاول إنه يستخدم علاقاته واتصل بأحد أصدقائه: لو سمحت يا فلان اشي دبا غاز. قال له: مش مشكلة، جيب الدبا الفاضي وبتبدل لك دبا غاز مليان. الحمد لله قدر إنه يتجاوز هذه المشكلة، ما اضطرش إنه يرجع أو يقطع مسافة ما تزيد عن 500 كيلومتر من حضرموت المكلا إلى تعز عشان يوفر لأمه دبا غاز. هذا الشاب يا سادة هو أنا، وهذه كانت أمي، وهذه كانت معاناتي في انعدام مادة الغاز المنزلي. صراحة لا أخفيكم، الفكرة هذه أزعجتنا كثير، وأنا دائما من عادتي لمن أسافر أوفر لوالدتي كل احتياجاته من أكل ومشرب وغاز وغيره. لكن هذه المرة ما كنتش متوقع هذا الشيء. جلست أبحث وأبحث، أدور، أفكر كيف ممكن إننا أساعد نفسي وأساعد الآخرين. كيف ممكن إنه إذا أي شخص خلص عليه الغاز ممكن إنه يكون في له بديل يستخدمه في حال إنه انعدم الغاز، سعره ارتفع، ما كانش في غاز في المدينة. ما أخفيكم، جلست ثلاثة أشهر وأنا أبحث وأقرأ وأدور، لكن الحظ لم يحالفني. وفي يوم من الأيام في شهر أغسطس تواصل بي أحد الأصدقاء يقول لي: يا ريان، في دورة تدريبية في صناعة الطباخ الشمسي. طباخ شمسي؟ إيش الطباخ الشمسي؟ صراحة انذهلت كثير بالطباخ الشمسي. إيش فكرته؟ إيش اللي ممكن نعمله بالطباخ الشمسي؟ قلت له: طيب ممكن تسجلنا، ما فيش أي إشكالية. والحمد لله تسجلت وحصلت على هذا التدريب. باختصار يا سادة، الطباخ الشمسي كما تشاهدون، هذا هو الطباخ الشمسي. فكرته بسيطة جدا، آلية عمله بسيطة جدا، بنتعرف عليها إن شاء الله اليوم. أولا، الطباخ الشمسي أو نقول مفهومه وتعريفه، إيش فكرته؟ هو آلة أو جهاز أو أداة لصنع الطعام أو تسخينه أو تعقيم بعض المواد الطبية، يستخدم أيضا كمعقم للمواد الطبية. كيف فكرة الطباخ الشمسي؟ فكرة الطباخ الشمسي بسيطة جدا، تسقط الأشعة الشمس على النافذة الزجاجية، وبالتالي يمتصها الأسطح الداكنة داخل الطباخ نفسه، وتعمل على عملية تسخين الهواء داخل الطباخ أو داخل الفرن، وهو الذي يعمل على عملية طهو الطعام. هذا باختصار جدا، باختصار شديد، فكرة الطباخ الشمسي. الطباخ الشمسي له مميزاته، وأبرز مميزاته إنه صديق للبيئة. كيف يعني صديق للبيئة؟ يعني لا يحتاج إلى أي وقود، ما يحتاج غاز ولا يحتاج كهرباء ولا يحتاج بترول ولا يحتاج غاز ولا يحتاج أي مصدر من مصادر الوقود. أيضا إنه بسيط من ناحية نقدر نقول التكلفة. تكلفته مقبولة نوعا ما، $60، لكن إذا قارناها بالاستدامة حقه، بحيث إنه عمره الافتراضي قد يصل إلى 5 سنوات. تخيل معي، 5 سنوات ممكن يدوم معك بدون أي مصدر مصادر الوقود، فبيكون حل مناسب جدا سواء للأسر داخل مدينة تعز أو خارج مدينة تعز. أيضا مميزات الصندوق أو الطباخ الشمسي أو الفرن الشمسي، من مميزاته أنه خفيف الوزن، يمكن نقله إلى أي مكان. أيضا يناسب العديد من أنواع الأطعمة، مخبوزات أو معجنات، كيك، كعك، مناسب رز، زربيان، دجاج، لحم، بطاط، مناسب جدا. لا أخفيكم، أي مشروع أو أي فكرة دائما لما نجي نطرحها لازم يكون في معوقات أو تحديات تحد من وصول هذه الفكرة. أبرز ما واجهني وأبرز التحديات التي واجهتني أثناء طرحي لهذه الفكرة كانت افتراض عدم عمل هذا الطباخ. كثير من الناس كانوا يقولوا لي: هذا الطباخ غير نافع أو غير عملي.
أنا إيش سويت هناك؟ كنت أسوي تجارب وأنشرها، أسوي تجارب وأنشرها، أسوي فيه أكل وأنشره، وبالتالي خفت كثير هذا المعوق أو هذا التحدي. اثنين، الأسر اللي ما فيش عندها مصدر، أو ما نقدر نقول ما فيش عندها بلكون، ما فيش معها سطح، ما فيش معها حوش تقدر تطرح فيها الطباخ وتستخدمه. وهذه الفكرة الآن شغالين عليها، بحيث أنه نحاول نساعد هذا الناس بالاستخدام الأمثل للطباخ الشمسي، حيث نعمل بالتعاون مع طلاب من جامعة تعز قسم الميكاترونكس في كلية الهندسة على تصنيع جهاز. هذا الجهاز يمكن إيصاله للصندوق أو للطباخ الشمسي، وبيعمل على عملية وصل الطباخ باللوحة الشمسي مباشرة، بحيث يستخدم في عملية تحضير الطعام. طيب، الطباخ موجود في اليمن؟ لا، موجود في منطقة أخرى، ليس في اليمن فقط، في منطقة تسمى صحراء أتاكاما. حد سمع بصحراء أتاكاما؟ صحراء أتاكاما يا سادة تقع في تشيلي في أمريكا الجنوبية، مساحتها 105,000 كيلومتر مربع. 105,000 كيلومتر مربع. هذه الصحراء تعتبر منطقة جذب سياحية، يجيوا لها السياح من جميع أنحاء العالم. تضاريسها كأنك بالمريخ مش بالأرض. إيش يميز هذه الصحراء؟ في هذه الصحراء في مطعم، المطعم هذا يستخدم الطباخ الشمسي في إعداد الأطعمة. طبعا هذه المنطقة تتميز إنه ما فيهاش مصادر لقدر نقول مصدر الوقود، حتى الأمطار ما فيش أمطار، ما فيش أمطار نهائيا، بسبب وقوعها بسبب أنها تقع على أعلى هضبة في العالم، وبالتالي الجبال التي تحد هذه الصحراء تعمل على نقدر نقول عدم تشكيل الغيوم على هذه المنطقة، وبالتالي ما فيش أمطار وما فيش كهرباء وما فيش غاز وما فيش أي مصدر للوقود، وبالتالي يستخدموا الطباخ الشمسي لتحضير الأطعمة، وهذا ما ميز الصحراء وزاد من عملية الإقبال عليها. الطباخ الشمسي لا يقتصر على هذه الأماكن، ولكن ممكن تطبيقه في اليمن وفي أماكن أخرى أيضا. طيب يا ريان، الطباخ موجود والكل قادر يستخدمه، إيش الجديد؟ الجديد يا سادة وبكل فخر إن أنا عملت إلى حد وقوفي أمامكم الآن على تدريب ما يزيد عن 53 شاب وشابة في صناعة واستخدام الطباخ الشمسي، ولحد الآن صنعت ما يزيد عن 19 طباخ شمسي. 19 طباخ شمسي يستخدموا في مدينة تعز. قد يرى البعض أنه عدد قليل، لكنه خلال شهرين أو من خلال إطلاق مبادرتي من شهرين أنا لا أشوفه قليل. طيب، إيش أطمح؟ اللي أطمح له أنه يكون هذا الطباخ موجود في كل منزل أو في كل خيمة نازحين في مدينة تعز. أنتم عارفين كم عدد النازحين في الجمهورية بشكل عام؟ عدد النازحين في الجمهورية حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا 2021 ما يزيد عن 4 مليون نازح ونازحة، أغلبهم من النساء والأطفال، وهؤلاء النساء والأطفال هم المعنيين بتوفير الأحطاب والوقيد لتحضير الأطعمة، هم اللي يجمعوا الكراتين، الأطفال هم اللي يجمعوا الكراتين، النساء هم اللي يجمعوا الأحطاب، وبالتالي إذا استطعنا أن نوفر هذا الصندوق أو هذا الفرن الشمسي لكل أسرة نازحة أو أسرة محتاجة داخل مدينة تعز، بنخفف من هذه المعاناة بشكل كبير، وبنساهم أيضا في حماية البيئة والتقليل من التصحر. وهذا ما أطمح إليه في المشروع اللي بنبدأه إن شاء الله في عام 2022، والذي بيكون فتح ورشة خيرية لصناعة واستخدام الطباخ الشمسي وتدريب المتطوعين والمتطوعات عليه، من خلال توفير مواد لصناعة الطباخ، تدريب الأشخاص هذم على صناعة الطباخ الشمسي، ومن ثم بيعها سواء للأسر المتعففة أو لمنظمات مجتمع مدني أو فاعلين وفاعلات خير، وبسعر التكلفة. بسعر التكلفة، لن يكون هناك أي هامش ربح. بعدين التكلفة هذه أو نقول العائد من بيع هذه الطباخات بنأخذه بنشتري فيه مواد جدد، وبنستخدمه أيضا في عملية تدريب متطوعين ومتطوعات آخرين، وهذا إن شاء الله اللي بنعمله إن شاء الله في عام 2022. أتمنى منكم أن تؤثروا هذا الموضوع، أتمنى أن نصنع البركة لمجتمعنا. شكرا جزيلا لكم.